السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عايز اضيف اكيوبمنت، فتقدر تضيف اي حاجة كرين 3D مثلا. ممكن تيجي هنا سبورت وتقول له اكيوبمنت لايبراري، فتقدر تحمل المكتبة اللي موجودة هنا. طيب بعد ما تحملها مجرد هتدوس على داونلود هتنزل عادي. اقول له فايل واقول له امبورت واقول له 3D واقول له ان انا عايز ادخل السينكرو اكيوبمنت موديلز. بلاقي كل الحاجات دي موجودة معايا، هختار مثلا تاور كرين وتبدأ تشوف ايه الشكل المناسب ليك. بتقول له هخليه في نيو ريسورسز عبارة عن اكيوبمنت، هيظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تعمل عليه سيلكت لو انت عايز تقول له ان انت عايز تنسخه، ممكن تقول له كوبي وبعد كده تيجي في اي مكان وتقول له بيست. نيو ريسورس وتختار بقى الاسم الجديد بتاعه وتحطه على الريسورس. طيب لو انت عايز بقى تنقله تقول له موف مثلا، هتيجي هنا تقول له اديت وتقول له انا عايز اعمل ترانسفورم، وبيبدأ يديك الادوات اللي انت تقدر تنسخه بالشكل دوت. تقدر تغير الزاوية بتاعته وتعمل له روتيت، تقدر تتعدل فيه زي ما انت عايز، تقدر تغير السايز بتاعه لو انت عايز تعمل واحد تاني اصغر، تقدر تعمل له موف.